المهم نارك توصل. توصل للحافة الأمامية. احنا نراقب حتى الرمي كان جماعتنا. بالشاشة. الدوش كات الجانب الأيمن صار. الحين كان بارك الله فيكم. شفناها عاشت الايادي. شكرا صورنا ابو 15 بس شويش. شوف لي هذا وين افتح باب الكاميرا عليك.
لا جماعة اسمعك جيد اسمعك جيد كرر النداء كرر النداء لا 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 سيارة هنا ورا ورا حماسة حماس وبي لا اسد شتو حساب تي كي يسارو عا قلت لك اي بي احد عم يتبع خان ضغط هذا لا تشوف شغل يزال انا اكو سيدي امراض يلا ضربت له شو وانا مرة قلت له وين البرج مال اسيان اكو مرات ما تحدي جوا السكه مال منو؟ مال اتحادية يا مطوقة منك من ذاك يا مطوقة
لا واجب ما ادري خله واجب السياره على الجوال جامعة جوال مالتي مو فونت ما مصفر جوال مالتي هذا سيارة طابة مكان بداية التاريخ ناقلة اخو ما مش برايه ايه مكان تنسيق سيدي ما يأمن بعد ما يأمن
صور 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 الحمد لله. اليوم يعني قوات الشرطة الاتحادية وجحفلت فيها فرقة 15 تمكن من تحرير ناحية الشورى، هذا المعقل المهم لداعش اللي يسموه قندهار داعش. الحمد لله بفضل الله بسواعد الأبطال تم تحرير الناحية في غضون 3 ساعات، وأيضا تم التحرير بدون أي تضحيات ولله الحمد، أي تضحيات ما قدمت الشرطة الاتحادية أو الفرقة 15، هذا فضل من الله العزيز القدير. الناحية كان بها عشرات السيارات المفخخة، كان بها بعض من المقاتلين الأجانب وقسم من المحليين اللي هربوا وتركوا الأجانب اللي يواجهون مصيرهم الموت المحتوم. إن شاء الله النصر قادم لمدينة الموصل. الآن قواتنا على مفرق حمام العليل من الطريق العام موصل بغداد، وإن شاء الله النصر قادم لحمام العليل والموصل الحدباء بسواعد الأبطال من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد العشائري وكل قواتنا الأمنية البطلة. من الساعات الصباح الأولى شرعت القطاعات المتمثلة بالشرطة الاتحادية والقطاعات من الفرقة 15 من اللواء 71 متجحفلة معها، وبإسناد من مدفعية الفرقة 15 ومدفعية الاتحادية وطيران الجيش وطيران التحالف بالشروع لتطهير وتحرير ناحية الشورى، والحمد لله تم تحرير هذه الناحية الكبيرة التي تعتبر معقل كبير لعناصر داعش، وكان داعش يراهن عليها بأوقات قياسية،
ودون أن دون أي تضحيات تذكر بحمد الله سبحانه وتعالى، حيث جثث داعش ملئت شوارع الناحية وأكثرهم من الأجانب، حيث تم تفجير أكثر من 10 عجلات مفخخة من قبل قطاعاتنا الأمنية، وحاليا كما ترون أن هنا الناحية هي خلفنا اللي كنا نتجول بها، كافة قادة الفرق والسيد قائد الشرطة الاتحادية والسيد قائد العمليات، والحمد لله على نصره، وأصبحت الناحية تحت سيطرة القطاعات الأمنية، وهي القطاعات الأمنية لا زالت تطهر بعض البيوت وتفكك العبوات الناسفة والدور المفخخة وإكمال التحكيمات الدفاعية في الناحية. شاركت قطاعاتنا فوج المشات الثاني لواء المشات 71 فرقة المشات 15 باقتحام مدينة منطقة الشورى مع قيادة قوات الشرطة الاتحادية، والحمد لله تحررت. تم تحرير ناحية الشورى، سواعد الأبطال، قيادة عمليات نينوى وقوات المشتركة الاتحادية، تم تحريرها بالكامل، وإن شاء الله طابين للموصل والمعنويات فول. والله جبانية، والله شردة، وإحنا نتمنى يقابلون. إحنا وعدناهم لهن هنا وجيناهم، يعني إن شاء الله نتقدم على الموصل. فرقة 15 لواء 72. شلون كانت المعارك اليوم؟ والله المعارك جيد جدا ومسيطرين على الوضع. شفت اكو مواجهات كانت مترددة؟ قليلة انهزموا. مواجهات قليلة ومسيطرين ومعنويات جنودنا الابطال فول يعني. تم تحرير منطقة الشورى بالكامل بإسناد طيران التحالف الجوي وطيران الجيش العراقي وبمشاركة الشرطة الاتحادية والفرقة التاسعة وفرقة 15 لواء 72 وقيادة عمليات تحرير نينوى. شلون كانت معنويات الجنود؟ والله إن شاء الله المعنويات عالية وعلى العال ومنتصرين وما يقدرون يوقفون قدامنا إن شاء الله ومنتصرين. كانت أكو مقاومة شرسة؟ والله كانت أكو مقاومة بس ما وصلوا دوام أمامنا وهربوا ولاذوا بالفرار. الحمد لله جونا الجماعة وانقذونا من هذا. احنا جانا هالكبريت موت عوايلنا، يعني من النفس ماتوا اثنين من عيلتي، يعني من وراء الدخن والهذا العج. شلون كنت عم داعش وياكم؟ والله حيل ما زين. حسب انت بعد ما شفتم داعش، داعش هم محليين لو اجانب؟ لا اكثرهم محليين. محليين؟ ايه. قليل، شيء قليل شفنا منهم. ماشي. لا بس الشورى كثيرة يعني، بس نشوفهم ليجا لا شيء قليل. شدوا القوات الأمنية؟ ألف هلا بيهم، كل الهلا وعلى راسي، وجيتهم جيت خير علينا. والحمد لله يا ربي مثل ما يقول طلعونا من هالظل هذا، والحمد لله مثل ما يقول عوائلنا هذه شوية من هالقاز من هالوسخ. يعني من كل الجهات كل الهلا بيكم ونشكركم ونشكركم على جيتكم. شلون كنت عم داعش وياكم؟ والله شلون كان، والله حال العدايم ووضعنا حال سيء، وكنا متمرمرين ومحرومين من كل شيء، لا غاز لا غاز لا كل شيء ماكو. اجي اغلب عناصر داعش كانوا محليين لو اجانب؟ والله اجانب مخلوطه اشكال، مخلوطة والله اشكال وياهم. كل الهلا بيهم. والله حيل زين، والله ما شفنا منهم شيء مو زين، حيل زينين. كل الهلا بيهم. هجروا العالم والله، يعني كلهم هجروها، كانوا الشارع بيها الشارع، حتى واحد راح وقام هذا وكان يبقشوا قالنا وكان يفلت. شو تقول للقوات الأمنية اللي حرروكم؟ والله ألف شكر لهم، يعني لو ما جونا كان موتونا هم. كان يسوون داعش فيكم؟ والله هذا اللي جلدوا هذا الأعلم ودلحيتوا قثونا والله. أنتم من الشورى؟ إيه إحنا من الشورى.
الحمد لله نشكرهم يا خي، الله يخليكم لنا والله مثل ما يقول يجازيكم بالخير. والله شفناها تعرف هذا الكبريت، والله تشتنا الريحة الكبريت صارت الحزن يعني حتى مي، والله خلصنا مي أتشل يعني قلنا يعني هذا صار ترى 10 أيام احنا محاصرين إن شاء الله، ونخاف يعني تعرف من ما يخاف الله والله يا خي. ولا الحمد لله يعني احنا مع يعني الحمد لله، هاي ترى هاي مكاننا هذا بيت أخو زوجي المقتول من زمان جت الشرطي، وإحنا قعدنا بيه يعني في سبيل تان حاميد حق يعني حتى ولا كملوا.